في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنى، في الذرى والأعالي فوقها بالرجال، في الذرى والأعالي فوقها بالرجال، زاهيا زاهيا أهيبا. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم باسمي وباسم زملائي أعضاء المجلس المحلي الأمني الشرقي وباسم جامعتي الجامعة الأمريكية في مادبا، ممثلة بالهيئتين الأكاديمية والإدارية، وفي مقدمتهم عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مامون عكروش. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم. إنها وقفة عز وشموخ، هاماتنا مرفوعة كأعلان وطننا، فلنرفع رؤوسنا عالياً، وآل هاشم قادتنا، بنينا وإياهم الوطن، ودخلنا المئوية الثانية بإنجازات عظيمة تحققت في بناء تراكمي توارثته الأجيال،
فنستذكر اليوم المرحلة التاريخية الأولى في عهد الملك المؤسس عبد الله الأول الذي أسس الكيان السياسي للأردن، ونستذكر تمتين الدستور، تمتين أركان الدولة بالدستور في عهد المغفور له الملك طلال، ومن ثم الإنجازات في عهد الملك الباني الحسين رحمه الله، ثم ننتقل إلى كنف الملك المعزز أبا الحسين برؤيته إلى أردن فاعل وقوي. سيبقى وطننا غاليا، وسيبقى علمنا عاليا مرفوعا على المؤسسات والدوائر والساحات والمنازل والشوارع، مغروسة سواريه في قلوبنا، لنعطي درسا وطنيا لأبنائنا وزوارنا، وليعرف الجميع بأن أردننا هو وطن الاستقلال والبناء والعزة. فمن أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعتنا الجامعة الأمريكية في مادلا. أهلا وسهلا، ونحن نستظل بظلكم. مادلا هذه المدينة العريقة، أقول لكم الوطن جنة، وعلم الوطن يظلله، وقيادة الوطن الحصن المنيع لنا، ولولا قيادة هذا الوطن لما كانت هذه الإنجازات. هنيئا للوطن بقيادته الهاشمية الحكيمة. كيف لا نرفع العلم ونحن نفاخر الدنيا بوطننا وقيادتنا التاريخية التي جاءت وهي كذلك من صرف الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد أن أنوه بأننا نتقدم باسمي شخصيا وباسم الجامعة الأمريكية من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الحسين المعظم بأسمى آيات الولاء والانتماء للعرش المفدى، والوقوف بحزم خلف جلالته لمواجهة كافة المحاولات البائسة التي تحاول النيل من قيادتنا الحكيمة والوطن العزيز. فأقول سيد البلاد، نحن معك ونحن معك وسنبقى معك على العهد ماضون بإذن الله، ومهما حاول محاولين من النيل من قيادتكم العريقة. خافق في المعالي والمنى عربي الظلال والسنى، في الذرى والأعالي فوق هامة الرجال، زاهيا زاهيا أهيبا دمت يا علم بلادي، خفاقا عاليا إن شاء الله. طبعا عطوفة راعي الحفل الكريم محافظ مادبا علي الماضي، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، أيها الحضور الكريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أبارك للوطن الأغر ولكم جميعا بمناسبة اختيار مادبا عاصمة للسياحة العربية لاستكمالها الشروط التسمية، متباهية بإرثها التاريخي والحضاري والديني والاجتماعي. ومضيتم على فوق الأجداد، سلام عليكم يا من تبذلون كل غال ونفيس للذوب أنفر الأردن الطهور. بفخر واعتزاز فليعتني منصة المسرح مدير شرطة مادبا عطوف العميد هزاع الطور الأكرم لينوي لنا تفاصيل ملهمة عن ثورتنا الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة محافظ مادبا راعي الحفل الأكرم، عطوفة رئيس الجامعة الأمريكية في مادبا، إخواني أعضاء المجلس المحلي الأمني لمركز أمن مادبا الشرقي، السادة أصحاب السعادة والعطوفة، الحضور الكرام، أرحب بكم في رحاب هذا الصرح العلمي المبروك، وفي هذا اليوم الجميل من أيام وطننا الحبيب
بمناسبة احتفالنا برفع العلم في هذه الجامعة العزيزة وفي هذه المدينة الغالية على قلوب كل الأردنيين. مادبا مدينة السياحة والإرث والعراقة، والتي يشهد لها القاصي والداني بأصالتها ووطنيتها وتكاتف أهلها ومؤسساتها الرسمية والتعليمية والأهلية مع قيادتها الحكيمة. طيبا وشبانا، أنتم سيف الأردن المهند، فهنا مصنع بناة الغد وعرين صناع المجد. والآن مع كلمات نسجتها قلوب أطفال ناضجة بحب الأردن، عاشقة لنسائمه العليلة ورايته الخفاقة عاليا، وأترككم وإياها مع الطفلتين رام.